السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا غايا، ان شاء الله ريحتوا. انا فريمون ديت واحد لابوز تحس بيه كاع واش كنت ندير، مي سبحان الله وحدها جا داك الخمول هكاك مور رمضان. ابارامون ما كنتش لا سول، ان تو لي كارهم عندي بزاف بزاف تاع لي فيديو تاع لي غوسات متصورين، برك لو ستوكاج في التليفون والمونتاج، وليت لا فيديو كي نصورها الا ما نمونطيهاش تمتم تقعد تما في التليفون بلا مونتاج ونعكز عليها من بعد. دونك ديسيديت نبقى لا فيديو نصورها منا نمونطيها منا هكا باش ما نعكزش. ليسونسييل جبت لكم اليوم اون غوسيت تاع ان غاتو او بوم، سي ني با اون تارت سي ان غاتو او بوم باسكو فيه اون جينواز ماشي اون بات بريزي ولا. ليسونسييل جايه خفيفه وبنينه وسهله واقتصاديه مليحه كيما هكا القهوه العشيه. دونك بلا ما نطول عليكم غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فوالا البنات درك غادي نبداو بمقادير اللي نحتاجوهم، ما نحتاجوش حاجه كبيره ولا صوالح بزاف. نحتاجو زوج حبيبات تاع البيض، نحتاجو كاس الا ربع تاع السكر، كاس موان كار تاع السكر، نحتاجو لافاني، نحتاجو ان ياغورت ناتور ولا نص كاس حليب الا ما كاش عندك ياغورت ناتور، نص كاس حليب، ونحتاجو نص كاس تاع الزيت، ونحتاجو كاس معمر تاع الفارينة، وان ساشي دو لوفور. هادو هما المقادير. كيما شفتو معايا البنات دوك انا درت هادوك زوج بيضات تاعي، درت معاهم لافاني والسكر يا وبالباتور نطلعو شويه هذاك البيض. لي مازال ما دارت ابوني فلاشين نقولك ديري ابوني وخلي لي جيم وخلي لي رايك اون كومونتير، راكم حفظتوها هاد الجمله. فوالا هنا راني نطلع في البيض ومن بعد نزيدو الزيت، نعاودو نباطيو شويه ومن بعد نزيدو لو بو دو ياغورت. قلت لك ناتور دو بريفيرونس يكون ناتور، و الا ما كاش عندكم الياغورت ناتور تقدروا ديروا نص كاس حليب. فوالا هنا مور ما درت كاع لي زانغريديون نديروا الفرينه كما قلت لكم، ما تنساوش باش تغربلوها سي اوبليجي. فوالا نغربل الفرينه تاعي ومن بعد الفرينه انا نديرها بالباتر نورمال، كاين اللي تبغي هكا غير بال مغرفه تاع لوح ولا اون ماغيز ولا ودخل فرينه، انا نديرها بالباتور فيت في جينيرالمون ما طيحليش لا جينواز، بصح كل وحده وكيفاش تبغي. فوالا مور ما كملنا جبت ان مول كيما هكا جلي بوغي اي فاريني ونخويو لا جينواز تاعنا نخويوها كاع. وانا كنت درت هنا كانت عندي غير حبه تفاح وحده ماشي اكثر كانت باقيه، هي قلت لهم ندير لكم غاتو او بوم، قصيتهم رقي وقين، انا نبغيهم رقي وقين بزاف ما نبغيهمش دي ترونش كبار باسكو الا درتوهم كبار بزاف يجيو يشبهوا لي فخيت. انا عقله خطره وحده فاميلتي دارت هكا اون تارت او بوم وقصيتهم كبار، قلت لها ياه درتي التارت بلي فخيت. فوالا مور ما سدفت كاع هذوك السنين فين تاع التفاح، تقصوا الدهان شويه هكا اون بتي مورسو وتحطوهم بارتو في سور فوت غاتو، تحطوهم فوق التفاحات هكا، ومن بعد جيبوا شويه تاع سكر رو الا كان عندكم سي فاكولتاتيف، شويه تاع سكر رو ودردرو من الفوق هكا فوق هذاك الدهان والتفاح باش يمد اون بون اون جولي دوغيغ من الفوق باش يبقى اللون تاعه ذهبي ويجي شباب، ودخلوها الطيب كل وحده والفور تاعها كيفاش. اي فوالا لو غاتو تاعنا مور ما طاب، وشوفوا كيفاش جا بيان كاراميليزي ومعسل. تقدو في التالي انا درت شويه كونفيتور دابريكو وحركته بيان 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 ودهنت بالبانسو من الفوق باش يمد هذيك لابريونس ويزيد شويه في الحلاوه باسكو كيما شفتو ما درناش بزاف سكر. فوالا كانت هذه هي لا غوسيت تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم خفيفه ظريفه القهوه تاع العشيه. نقول لكم على بروشان فوا ان شاء الله في اون اوتر فيديو، ما تنساوش ديروا لي جيم وتخليوا لي رايكم اون كومونتير، وبيزو بيزو وباي باي.